مقتضى الصدر في السعودية إنه لأمر رائع حقا. مقتضى الصدر من رجال الدين الشيعة المعروفين، وهو زعيم التيار الصدري. سنة 2003 حصل الغزو الأمريكي للعراق، وبدأ النفوذ الإيراني في العراق. وللأسف أن البعض يأس قدام المد والنفوذ الإيراني في العراق. لكن سنة 2006 السعودية دعت مقتدى الصدر لأول مرة. بدأنا نتكلم عن أن الشيعة العرب هم جزء من العرب والمشروع العربي وليسوا جزء من المشروع الفارسي. لكن 10 سنين على ما رجع مقتدى الصدر مرة تانية بدعوة رسمية من الرياض. الحقيقة دي زيارة مهمة جدا، حجم الاستقطاب السني الشيعي كبير جدا، تغذية الغرب لهذا الصراع علشان يمتد 30 عاما أو 100 عام في اعتقادهم أنه لازم يحصل حرب بين السنة والشيعة، تقعد زي حرب البروتستانت والكاثوليك 30 سنة علشان بعد كده نصل إلى الحداثة وإلى التقدم. فالذين يبشرون بهذه الحرب بيدمروا هذه المنطقة، وبالتالي اللي بينظروا إلى أن الشيعة العرب طابور خامس أو أن الشيعة العرب هم عملاء لإيران، هؤلاء بيكسروا في الأمة العربية. الشيعة العرب عروبيون، والشيعة العرب مش طابور خامس، والشيعة العرب ينتمون إلى الأمة العربية. ولو فيهم جزء عنده هذا الانتماء الفارسي المعادي لأمته، الأغلبية منهم عنده الانتماء العربي لحضارته ومحيطه. لابد نفكر بهذه الطريقة، أن لا نترك إطلاقا العراق لإيران، ولا نترك إطلاقا الشيعة العرب للمشروع الإيراني. هم جزء من المشروع الحضاري العربي، هم جزء من نسيج المنطقة، وهم جزء من تاريخ المنطقة. العراق إذا هو في حالة ضعف بقاله سنوات، هو في حالة مجد قبل كده قرون. واللي بيتكلم على نفوذ إيراني في العراق لازم يدرك أن العراق مش قرية ولا عزبة علشان تظل طول الوقت إنها مكان لأن تلهو طهران في الملعب العراقي. العراق حضارة، والعراق تاريخ، وتاريخ وحضارة العراق أكبر من تاريخ وحضارة إيران. ولا يمكن النظر أبدا للعراق باعتباره مجرد تابع أو فناء خلفي لإيران أو ساحة للعب القوى السياسية والاستخباراتية الإيرانية. إذا العراق دلوقتي في لحظة ضعف سينتهي هذا الضعف، وإذا العراق في لحظة انكسار علشان الإرهاب والغزو وغيره، إنما في المستقبل سينتهي الانكسار وسيبدأ الانتصار. لابد من الثقة في أن الشيعة العرب هم جزء من النسيج العربي وليسوا جزءا من المشروع الفارسي الإيراني، ولا ينبغي أن يكونوا. هنا أهمية هذه الزيارة لمقتدى الصدر زعيم التيار الصدري إلى الرياض. هنا أهمية أن تكون كل الثقافة الموجودة في العالم العربي تميل إلى التسامح وإلى التفاهم، لا تميل إلى المذهبية أو إلى صراع قد يفتح أبواب جهنم ولا نعرف متى تغلق جهنم أبوابها لا قدر الله. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.